قبل البداية جايب لكم متجر اكس جي كارد وموفر لكم اقوى عروض لليوم الوطني، طبعا اي دي نادر عشوائي، وراح يكون في سكن او اضافة نادرة في لعبة فورتنايت. السعر قبل كان 198 وحاليا 90 ريال. الرقصة الهندية راح تكون رقصتين بسعر 90 ريال، يعني سعر مميز، تاخذ كودين الى كل اخويك مثلا بسعر 90 بدل 118 ريال. وعندك كمان العشوائيات، وبوفر لكم اضافات خاصة في اللعبة. خلينا نتكلم عن طريقة الشراء، راح تكون مثلا شوفوا كيف، اختار الكمية اضف الى السلة، تروح على السلة اتمام الطلب. لا تنسى تستخدم كود الخصم YET لخصم 10% على جميع المنتجات. بعدين بتكمل الدفع، تحط معلوماتك وبتكمل الدفع. فطبعا شباب بحط لكم رابط المتجر في الوصف، وبحط لكم رابط حساب الدعم اذا واجهتكم اي مشكلة تواصلوا معه في حساب الدعم. السلام عليكم، كيف حال الشباب؟ طبعا اليوم مقطعنا راح يكون الاخبار والتسريبات اللي صارت بعد اخر تحديث اللي نزل اليوم. وطبعا قبل البدايه اتمنى من كل شخص فيكم يشوف المقطع مو مشترك بالقناه اتمنى انه يشترك فيها وفعل زر الجرس، واتمنى انك تدعم المقطع بلايك. وطبعا لا تنسوا تستخدم كود الايتم شوب YZYZET وتحفظوه عندكم في الايتم شوب. خلونا نبلش مقطعنا على السريع بالمعلومات اللي معانا. طبعا تذكروا بشهر 7 حكينا انه عيد ميلاد فورتنايت الثالث راح يكون للزومبي، فخلوا عيد ميلاد الباتل رويال بشهر 9 لانه هو اصلا نزل بشهر 9 2017 والزومبي بشهر 7 2017. فطلع الكلام صح 100%، ومع اخر تحديث اللي صار اليوم نزل معانا الجوائز، نزلت معانا التحديات وشكل الباص. هذا شكل الباص راح يكون شباب بعد يومين او 3 ايام، لانه عيد الميلاد ممكن يكون ب 25 او ممكن يكون ب 26 حسب كيف فورتنايت بتعمله. بالنسبة للتحديات، في ناس تقول لك هذه قائمة التحديات، وانا مو متأكد انه هاي كل هاي تحديات، انه تلاحظوا في كيك عليها رقم 2 تحس التحديات ملعوب فيها صح؟ بس في 4 تحديات يعني بتحسهم صح، هذول التحديات. التحدي الاول بقول لك خلص اي 4 تحديات من اللي تحت، تلعب 10 ايام تحصل على السبراي البخاخ، الثاني ترقص عند اماكن 10 كيكات مختلفات بتحصل على اللون، الثالث انك تظلك عايش بالجيم وموت اشخاص حتى تجمع 500 شخص مات وانت عايش بالاقيام، يعني الجيم الواحد فيه 100 شخص، لو فزت الاول هيك مات 99، وهكذا. لو بعطوك الايموت بشكل كيكة عليها رقم 3، والاخير مطلوب انك تزود دمك او درعك من الكيك اللي تشوفه قدامكم. هذا الكيك اللي يكون بصحن دائما كل سنه كان يضيفوه، فبدك تزود دمك او تستخدم 10 منهم وبتخلص التحدي الرابع. طبعا لما تخلص الاربعه بعطوك حقيبه الكيك اللي تشوفها قدامكم اللي هي مكرره 1000 مره، السنه الاولى والسنه الثانيه والسنه الثالثه، يعني ما في شيء خرافي بالجوائز. حطوا لنا سكن، حطوا لنا رقصه على الاقليه. طب بالنسبه للرقصه، تسربت معانا رقصه الكل فكرها مجانيه، تيك ذا كيك اسمها، طلعت ايتم شوب، يعني حتى رقصه مستقلين يعطونا اياها طلعت هذه رقصه ايتم شوب، الا اذا كان في خربطه بالتحديات وكانت فورتنايت نيتها تحط هاي الرقصه مع التحديات. هذا احتمال نسبته 5% انه تكون في خربطه بالتحديات وفورتنايت ناوي تعطينا هاي الرقصه مجانا مثلا. هذا راح ابين ان شاء الله خلال هاليومين اذا كانت الرقصه ايتم شوب او كانت راح تكون بالتحديات ونفوز فيها لما خلص التحدي، بس احتمال انها تكون ايتم شوب اكبر. واي شكل الايفنت راح يكون، يعني بصراحه الجوائز جدا مقرفه، يعني ما تحمسك تسويها. حقائب ظاهره خاصه بروكت ليج اللي تكلمنا عنها مثل ما تشوفوا قدامكم ثنتين او واحده هي بس لها ستايلين. وبالنسبه للعبه روكت ليج راح تنزل اليوم في الستور خلال الساعات القادمه، واللي لاحظته انه شايفين التغريده هاي ردين على واحد قايلين له داونلود روكت ليج ليتر توداي، نزل روكت ليج مؤخرا اليوم راح تحصل على 10 دولار كود خصم او كوبون خصم بايبك جيم. بس وقف عندك، نتكلم عن 10 دولار، طلعت مش بس خاصه بروكت ليج، يعني باي لعبه ثانيه. حلو، يعني ايبك جيم خربطتنا، قالت نزل لعبه روكت ليج بتحصل على 10 دولار كوبون خصم. طبعا ما نزلت اللعبه لسه، اوكي عندهم كذا فورتنايت، اوكي مثلا اللعبه كم حقها 34، انا ما نزلت لا لعبه روكت ليج ولا شيء، لسه مش نازله عندي اصلا. حلو الكلام في اوفر، يلا عم هاي باي ناو، شوف كيف، بس ما راح اشتريها بس دوريكم إيه الخصم كيف راح يتم. ها شايفين ايبك كوبون 10 دولار، عاملين يعني عرض للكل اللي فهمته. عندي ابلايد لحالهم فعلينا ايبك كوبون إيه، اوكي بواحد 11 بنتهي، واحد 11 بنتهي، اوكي يعني تقريبا معاكم شهر و7 ايام، شهر واسبوع. بس بيجي واحد يقول لي بقدر استخدمه اكثر من مره، لا اتوقع مره واحده.
يعني استخدمها عند الحاجة بصراحة، لما تحتاج مثلا أو ناقص عليك 10 دولار بتفيدك ال10 دولار الخصم. فحركة حلوة من إيبك جيم راح تكون. طبعا شباب سكن وولفرين راح ينزلوا له ستايل ثاني، ستايل لوغان اللي هو اسمه بالفيلم الحقيقي، مثل ما تشوفوا قدامكم هذا هو الستايل، شبيه بالشكل الحقيقي للفيلم، واسمه نفس الاسم لوغان راح يكون. وهي صورة أوضح. وعندك كمان سكنين لأبطال خارقين راح ينزلوا، عندك سكن مورو بستايلين، ستايل عادي وستايل كوميكس، وسكن البنت نسيت اسمها هاي، ستايل عادي وستايل الكوميكس. في تغيير راح يتم اضافته، راح يكون تغيير جدا خرافي. سربت داخل ملفات اللعبه امكانيه تعديل او تطوير الباص. الباص اللي ننزل منه راح نقدر نتطور عليه كشكل ممكن. فاشي خرافي. كيف بابجي مثلا اللي يلعب بابجي الطياره يكون عندك الوان خاصه وسكنات خاصه بالطياره صح؟ فممكن هذا الاشي يصير موجود معنا في الباتل باص. مو عارف كيف راح نطوره بصراحه، بس ممكن مثلا يحطوه مع الالوان عند الاسلحه، كيف كل سلاح لون يصير باص له الوان، او ممكن يحطوه بقائمه معينه تدخل انت تعدله تعديل مره واحده. بصراحه مو عارف، بس هذا الاشي راح يصير قريبا. وهاي كل الايتيمز والاشياء اللي تسربت معانا او اللي راح تنزل قريبا بعد اخر تحديث، ومنها اشياء لروكت ليج تكلمنا عنها امس اللي جوائز، ومنها جوائز عيد الميلاد، ومنها سكنات وروكسات راح تنزل في الايتم شوب قريبا. طبعا في شيء مهم بالنسبه لروكت ليج، ما اني انا بحكي معلومات مخربطه، بخش على وليفرين برجع على روكت ليج، بروح على الباص بروح عيد الميلاد عادي، المهم انكم فاهمين. الصورة تشوفها قدامكم هاي راح تكون ربط الحساب بين روكت ليج وفورتنايت. كيف لعبة افنجر لما نزلناها طلبوا منا نربط حسابنا الافنجر بالحساب فورتنايت او ايبك جيم، حتى انه جوائز فاس هولك تجينا على فورتنايت. نفس الشيء بالنسبة للعبة روكت ليج، لما تدخل اللعبة اتوقع بطلب منك 3 منصات، اي واحد شابك اول شيء الايبك جيم، ثانيا شابك الستيم، بعدين شابك السوني. ما له دخل الستيم او ممكن مو فاهم انا، المهم انت اشبك الايبك والسوني مثلا اذا كنت ناوي تسوي التحديات، لازم تكون شابك هاي الاشياء بالحساب اللي بيطلع لك هون او القائمه هاي اللي بتطلع لك، حتى انه لما تسوي التحديات يتعرفوا على حسابك ويرسلوا لك الهدايا الخاصه بالتحديات. واخر صورتين معانا، هذا مكان جديد تم اضافته بعد التحديث راح يكون اسمه سوبر ستور. وعندك المكان الاخير هو نفسه بس عليه تعديلات، شاحنه السجين مفتوحة من ورا، فشكله السجين هرب وما نعرف من هو السجين. فهيك بكون غطيت لكم جميع المعلومات الاخبار والتسريبات والاشياء اللي راح تحصل قريبا بعد اخر تحديث اللي صار اليوم. فاتمنى من كل واحد فيكم استفاد من المقطع انه ينشر بكل مكان. لا تنسوا خلال 2 أو 3 ساعات راح انزل الحلقة من سلسلة فورتنايت الحياة الواقعية، راح تنزل الحلقة الأولى مدتها 10 دقائق أو 9 دقائق. فخليكم مستعدين ومفعلين زر الجرس، وطبعا لا تنسوا انكم تشاركوا على الجيف اواي راح يكون على حزمة ال 15 دولار. فبحط لكم رابط مقطع الجيف اواي بالوصف، بتدخلوا تمشوا للنهايه لان بنهايته تكلمت عن الجيف اواي. وبس شباب، ربي يسعدكم مع كل شيء، مع السلامه.